في 18 من نوفمبر استبشرت الجماهير الاتحادية خيراً بدخول الفريق لمرحلة جديدة بعد إعلان إدارة النادي التعاقد مع الأرجنتيني مارسيلو غاياردو خلفاً للمقال البرتغالي نونو سانتو. بداية مشوار غاياردو مع العميد في الدوري لم تكن مثالية بعد تعادل في الجولة 14 مع الاتفاق بهدف ثم انتصار على الخليج قبل أن يخسر من ضمك بثلاثية، ليفتح أصفر جدة بعد ذلك ملف غمار بطولة كأس العالم للأندية والتي لم يقدم فيها الاتحاد المستوى المأمول، ليخرج من الدور الثاني بالخسارة من الأهلي المصري بثلاثة أهداف لهدف، ليعود لاستئناف المنافسات المحلية ويتلقى خسارتين متتاليتين زادت من خيبة جماهيره، الأولى من النصر بخماسية في الجولة 17 ثم الرائد بثلاثية في الجولة 18، ليستعيد الاتحاد بعد ذلك شيئا من توازنه في الجولة 19 بانتصار على الطائي في حائل أتبعها بفوزين على الرياض والوحدة، لكنه عاد للتعثر مجددا أمام الهلال بثلاثة أهداف لهدف في الجولة 22، ليتكرر نفس السيناريو ويحصد العلامة الكاملة في ثلاث مباريات متتالية على حساب الأخدود والفتح والفيحاء، أعقبها خسارة الديربي من الأهلي بهدف واحد وهو ما انعكس على الفريق وتسبب في فقده لنقطتين في مواجهة التعاون في الجولة 27 بعد التعادل السلبي، تلاها انتصار صعب على متذير الترتيب الحازم في اللحظات الأخيرة ليخسر من الشباب بثلاثة أهداف لهدف في الجولة 29. وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين استطاع غاياردو الصعود بالفريق للدور نصف النهائي بعد أن تولى الدفة الفنية في مواجهة الفيصلي في الدور ربع النهائي وتغلب عليه برباعية نظيفة. وعلى صعيد بطولة دوري أبطال آسيا قاد غاياردو الفريق في المرحلتين الأخيرة من دور المجموعات وتمكن من بلوغ الدور ثمن النهائي، لكن مشواره توقف في الدور الربع النهائي بالخسارة من الهلال ذهابا وإيابا بمجموع 4 أهداف دون رد. خامس الاستحقاقات خاض من خلالها الاتحاد بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي ونجح في الوصول للمباراة النهائية بعد أن تغلب على الوحدة بهدفين لهدف، لكنه خسر اللقب من أمام الهلال 4 أهداف لهدف.